هذه الحكومة تريد للأسرة المغربية أن تظل متماسكة، تريد للأسرة المغربية أنها تعينها على تكاليف الحياة، تريد للأسرة المغربية أنها تلعب الدور ديالها في المجتمع، الأطفال يكون المكان ديالهم هو المدرسة، الآباء هو أنهم يشتغلوا ولا ما عندهمش الإمكانيات يتعاونوا. فهاد المنظومة ديال الأسرة هي محورية عند كتجمعيين وعندكم طبعا جميعا، وهادشي غتلمسوه في مختلف الوثائق اللي انتجها الحزب منذ التأسيس من الميثاق المذهبي، وانتم جايين لمسار الثقة والمسار التنمية غتلقاو جميع الوثائق اللي اشتغل عليها الحزب، هي دائما كتشد الأسرة وكديرها في محور مختلف التدخلات. فالأسرة هي بالنسبة للتجمع الوطني الأحرار هي النواة الصلبة اللي خصنا ندعموها ونقويوها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.